اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حديث العلم. النهارده هنتكلم عن الصوم وكيف انه وسيله فعاله للشفاء من العديد من الامراض خاصه الامراض الحاده. الصوم بيتيح التجويع، وهذا التجويع بيتيح راحه لخلايا الجسم وبيعطيها الفرصه كي تتخلص من السموم الموجوده فيها واعاده تكوين هذه الخلايا مره اخرى. خلينا نتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور حنفي مدبولي، استاذ ورئيس قسم الفيروسات بجامعه بني سويف وعضو هيئه الاعجاز العلمي. برحب بك دكتور حنفي. اهلا بك يا استاذه نجلاء واهلا بالساده المشاهدين. يعني في حلقة سابقة تحدثنا عن الدراسات اللي أجراها الغرب عن الصيام وفوائده، عايزين نذكر بعض هذه الدراسات وكانت نتائجها إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك العديد من الدراسات التي تمت على موضوع الصيام وأهميته بالنسبة للناحية الصحية، وحتى بالنسبة لي كثير من الأمراض، منها أمراض الجلد، منها أمراض الجهاز الهضمي، منها أمراض الجهاز الدوري، منها الجهاز التنفسي، منها الأمراض الجنسية. يعني العديد من الدراسات تمت والعديد من الأبحاث العلمية نشرت في مجلات دورية عالمية، وألف الغرب أيضا العديد من الكتب وحنذكر منهم بعض الأمثلة. هناك كتاب لطبيب اسمه شيلتون، هذا الرجل ألف كتاب اسمه التداوي بالصيام، وهذا الرجل ذكر فيه مجموعة من التجارب والأبحاث تم نشرها على أهمية الصيام. وهناك أيضا رجل مشهور جدا في أمريكا بيسموه زعيم الثقافة البدنية، اسمه ماكفادون. ماكفادون ده قال إن الصيام يستطيع أن يبرئ من كل علة خابت في علاجها الوسائل الأخرى. ده ملخص الكلام اللي قاله هذا الرجل، ويعني الجملة الأخيرة اللي قالها في هذا الكتاب. هناك أيضا ألان كوت، ده راجل برضو من المشهورين الكتاب المشهورين، وهو برضو يعمل في مجال الطب، ألف كتاب أيضا اسمه دراسات في التداوي بالصيام. ومن العلماء المسلمين في الدكتور عبد الجواد الصاوي، ألف كتاب اسمه الصيام معجزة علمية. وطبعا في أساتذة عندنا هنا في القاهرة، والقاهرة أو جمهورية مصر العربية مليئة بالعلماء الأجلاء، منهم الدكتور محمد درغام، وهذا الرجل يعمل في مجال الحميات وتكلم من خلال دراساته وعملها على أن الصيام بيستطيع ان هو يعني يتخلص من حصوات المراره، ويستطيع يتخلص من الامساك. الناس عندهم امساك مزمن بيتخلصوا من هذا الامساك المزمن، وبينشط وبيجدد خلايا الجهاز الهضمي وبيخلي الجهاز الهضمي في اعلى نوع من الكفاءه. ازاي بيتخلص من حصوات المراره؟ هو طريق الصيام يعني هو حضرتك طبعا الحصوات بتتكون نتيجة ترسيبات أملاح موجودة في المرارة. والصيام طبعا كل ما الإنسان بيصوم عدد كبير من الساعات فبيدي فرصة إن المرارة ما تشتغلش أكتر، يقوم الحاجات اللي موجودة فيها يتم التخلص منها بسهولة. كذلك الكبد مثلا، الكبد بقى فيه كميه من السموم عاليه جدا. في حاله الصيام الكبد ما بيشتغلش، ما فيش كميه جلايكوجين مثلا هتتحرر كتيره او هتتخزن كتيره، كل ما واحد بياكل مثلا تخزين للجلايكوجين في الكبد، فيبدا الكبد يتخلص من السموم المتراكمه فيه. فكل ده بيعمل عمليه تنشيط للجهاز الهضمي والتخلص من كل بقى النفايات اللي موجوده سواء على المعده او الامعاء أو القولون. ولذلك الناس اللي مثلا بتحس بألم في القولون تيجي في شهر الصيام ما تحسش بهذه الألم. ليه؟ الغازات بيتم التخرج منها، النفايات الموجودة اللي هي التراكمات من بقايا الطعام بيتم التخلص منها، عملية تنظيف وغسيل للجهاز الهضمي أثناء الصيام. أيضا برضو من ضمن الناس اللي هم يعني الأجانب اللي هم اشتغلوا على موضوع الصيام، عدد كبير جدا من الناس اللي هم علماء في مسألة التداوي بالصيام، حتى ان هم فتحوا مستشفيات
في امريكا وفي اوروبا سموها التريتمنت باي فاستنج، يعني العلاج بالصيام. ووجدوا بالفعل ان العلاج بالصيام بيخلص الجسم من كثير من الامراض، حتى هي الامراض المزمنه. زي ايه؟ زي مثلا عندنا ضغط الدم. وجدوا ان الصيام بيقلل من ضغط الدم، بيريح القلب في ال 24 ساعة يعني حوالي 28 ألف دقة. لأن يعني مثلا في الأيام العادية مع الطعام والحاجات دي الإنسان ممكن قلبه يدق 80 دقة في الدقيقة. في أثناء الصيام من 60 ل 72 دقة في الدقيقة. فوجدوا إن مع نهاية شهر رمضان ممكن الإنسان يبقى قلبه استراح من حوالي أكتر من 300 ألف دقة في على مدار الشهر كله. هنا بيدي فرصة للقلب إنه يعيد حيويته ونشاطه مرة أخرى. ده بالنسبة للناس الأصحاء، لكن الناس المرضى القلب إزاي الصيام يكون ليه فايدة ليهم؟ هو على حسب مثلا حضرتك، لو الطبيب المتخصص نصحه بالصيام فعليه أنه هو يصوم. وجد أن الصيام بالنسبة له مثلا بياخد أدوية كل مثلا 6 ساعات أو كل 8 ساعات، ولو حصل ضرب أو سقطة في الأدوية دي ممكن يتأثر، فهنا يرجع للطبيب المتخصص هو اللي حقيقي يمشيه على نظام، يا إما يصوم يا إما ما يصومش، على حسب الحالة الصحية بتاعت المريض نفسه. وبالنسبة للمرضى اللي بيعانوا من مرض السكر، معظم اللي عندهم سكر ما بيصوموش في رمضان لأن السكر بينخفض بشكل كبير. هو حضرتك دي برضو اتعملت عليها بعض الدراسات، ومن هذه الدراسات اللي هم وجدوا ان بيبقى فيه تحسن لمريض السكر نسبيا لو هو صام. لكن اذا كان مثلا عنده دخل في موضوع غيبوبه سكر ولازم ياخد الانسولين ولازم ياخد العلاج بصفه منتظمه، فيبقى هنا الافطار ليه افضل، وعليه ان هو يفدي، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. طيب هل حقنه الانسولين دي بتفطر الصائم؟ العلماء اتفقوا على ان ما يفطر الصائم هو ما دخل من الفم. اما القطرات، اما نقط الانف، اما نقط الانف بتنزل في الزور، بس هي يعني لا يبلعها، يعني هو مش بياخدها عشان يبلعها، هو بياخد نقطه او نقطتين عمرها ما هتاثر فيه يعني. ولكن هي اغلبيه العلماء اجمعوا على ان اللي بيدخل عن طريق الفم ويصل الى المعده او المريء ثم المعده هو الذي يفطر. حتى هم اختلفوا في مساله، مثلا بعض الناس اللي هي بتاخد حقن زي الانسولين او خلافه، مضادات حيويه. أيوة. فده لا يفطر الانسان. طيب دكتور، بيتصور البعض ان الصيام بيقلل من كفاءه جسم الانسان وطاقته للعمل، هل هذا صحيح ولا على خلاف ذلك؟ لا، هذا غير صحيح بالمره، بالعكس الصيام بينشط البدن، بيقوي الذهن والذاكره، بيقوي عضلات الجسم، وذلك حضرتك تجد الانسان في حاله لما يكون المعده خاليه من الطعام يستطيع انه يتحرك بسهوله، ويبقى عنده يعني حركه سهله غير لو هو كل ونام. هو غالبا طبعا المعظم مثلا بتاكل تملى المعده بصفه عاليه بيخش في موضوع النوم. لكن عكس الصيام، الصيام بينشط البدن. ابحاث كثيره اتعملت وانا ذكرت منها بعض النقاط في الحلقه الماضيه، لكن الخلاصة ان الصيام ينشط البدن. عكس ما الناس فاهمة، الناس ما تقول لك ايه ده انا صايم، وبياخد بقى كلمة انا صايم حجة ان هو يعلو صوته على الاخرين، ممكن يسب ويقاتل وتظهر منه تصرفات يعني غير سوية بالمرة، كل هذا بحجة ان هو صايم. بالعكس، الصيام يهذب النفس ويؤدبها ويعلمها الصبر. نعم. ولذلك في الحديث الصوم نصف الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. فالصيام بيؤدب النفس البشرية، يعلمها الصبر، ولذلك تجد الناس بتخرج من شهر رمضان عندها نوع من قوة التحمل، عندها نوع من الصبر، هي خلاص تعودت على الصبر. لكن الذين يقولون هذا الكلام، هذا اتهام للصيام ليس في محله. دكتور حنفي، معظم الصائمين بيكثروا من النوم أثناء فترة الصيام، هل ده ليه علاقة بخلل ما داخل جسم الإنسان؟ لا، هو بيحاول إن هو يسهر بالليل وينام بالنهار عشان يضيع الوقت. وده طبعا يعني غير مرغوب. ليه؟ لأن طبعا السهر بالليل فيه ضرر صحي.
لان بيتفرز هرمون من الغده النخاميه اسمه الميلاتونين. هذا الهرمون لا يفرز الا في وقت الظلام، وقت النوم. حتى الانسان ينام لا يضيء مصباح في 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 مكان نومه. هذا الهرمون بيعيد نشاط وحيويه الجسم. لم لو الانسان بقى نام على مصباح او سهر فهذا الهرمون ما بيتفرزش. وبالتالي حيويه ونشاط الجسم تلاقيها ضعيفه جدا. فيلجا الى النوم بالنهار. النوم بالنهار بيؤدي الى نوع من يعني عارف حضرتك عدم تنشيط للدوره الدمويه. وده طبعا ضرر للجسم. وبالاضافه عدم تنشيط للكتل العضليه اللي موجوده في الجسم. فكل ده تعب ويعني بيعتبر نوع من الانهاك للجسم غير مطلوب. التجويع زي ما انا ذكرت في البدايه بيتيح لخلايا الجسم نوع من الراحه وبيعطيها الفرصه انها تعيد بناء نفسها وتقوي مناعتها. ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ هم حضرتك طبعا درسوا هذه الجزئيه فوجدوا ان معظم خلايا الجسم درسوها على خلايا الدم الحمراء ودرسوها على خلايا الدم البيضاء اللي هي بنسميها الخلايا الليمفاويه. فوجدوا ان هذه الخلايا بيكون في اوج نشاطها في حاله الصيام، ووجدوا ان خلايا الدم الحمراء بتتجدد وبتبقى اقوى واحسن ما يكون في وقت الصيام. بالاضافه وجدوا مثلا انت عارف حضرتك ان الجهاز التنفسي بيبقى فيه في الحنجره والقصبة الهوائيه والشعب الهوائيه بيبقى فيه زي حاجه اسمها بنسميها سيليا او بنسميها زوائد. السيليا دي بتعمل على طرد اي غبار دخل الجسم او ميكروبات او حاجه زي كده. وجدوا ان في حاله الصيام هذه السيليا بتنشط اكتر. وبالتالي بيبقى بيحصل عمليه تنظيف للجهاز التنفسي مما علق به. ولذلك هنا نقف وقفه ان الجماعه اللي هم مثلا مدخنين لو هو ادام الصيام وحافظ على الصيام في رمضان وصيام السنن بعد رمضان نجد ان الرئه بتتخلص من التراكمات بتاع القطران والتدخين والحاجات ديت وبيحصل نوع من تنظيف للقصبة الهوائيه والرئه. فبيكون صحته التنفسيه افضل بكتير. بالإضافة طبعا يعني كما قلنا إن عملية تنشيط لكل أعضاء الجسم وكل خلايا الجسم وكل أنسجة الجسم بتتم في شهر رمضان في مرحلة الصيام. حضرتك تنصح الصائمين بإيه خلال شهر رمضان؟ يعني أولا ده شهر عبادات وشهر الواحد بيجدد فيه يعني نشاطه الصحي والبدني. فنمرة واحد أنصحهم أن هم يأخذوا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد يؤخروا السحور. نمرة اثنين يبكروا بالفطور. نمرة ثلاثة يكون له ورد من القرآن الكريم، ده بيعمل نوع من الصفاء الروحي للجسد. وبيعمل نوع من الأنس بالله سبحانه وتعالى. اللي هي الطمأنينة اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نجدها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. برافو عليكي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل ما هو كان قارئ القرآن الكريم كل ما بيحس بنوع من الطمأنينة. وبرضه دي حتة نفسية درست في حال الصيام. وجدوا أن الصائمين الذين يقرؤون الكتاب أو القرآن الكريم بصفة أكثر وجدوا أن هم عندهم الحالة النفسية بتبقى أعلى بكثير من غيرهم. أنصحه برضه أيضا هو يكون في خدمة الفقراء والمساكين. يعني إذا كان عنده مال يتصدق منه، إذا ما كانش عنده مال يحاول يعينهم بأي صورة من الصور. أنصحه أيضا أن هو يعني يكون لسانه طيب الكلام، وأن هو يكون عنده خلق حسن، لأن الصيام بيهذب النفس. والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل ما كان إنسان يعني يلين الكلام للناس كل ما كان محبوب من الناس. وكل ما كانت أخلاقه حسنة كل ما كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل بحسن خلقه يبلغ ما لم يبلغه الصائم القائم. حسن الخلق. فطبعا الصيام بيحسن الخلق. فأتمنى أن الناس يعني يكون عندها نوع من حسن الخلق، ما يضيعش وقته فيما لا يجدي. ده شهر معدود. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودة. يعني الإنسان مش ضامن هيرجع تاني ومش هيرجع تاني. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون ستة أشهر
اللهم سلمنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. يدعو ربنا 6 شهور ان ربنا يجيب لهم شهر رمضان. وبعد ما يصوموا رمضان يدعو ربنا ان ربنا يتقبل منهم رمضان. أيوة. فكانوا يقولون اللهم سلمنا رمضان وسلمنا الى رمضان واستلم منا رمضان متقبلا. فده شهر عظيم مبارك فيه تضاعف الحسنات. يعني يكفى شرف لهذا الشهر الكريم ان ربنا اختص الصوم له سبحانه وتعالى، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. نعم. علماء فسروا الحته دي تفسير حلو قوي. ايوه. واستندوا الى احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل العمل كفاره الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. نعم. فيوم القيامه ياتي العبد بصلاه وزكاه وياتي بمظالم اخرى. فربنا يقتص لاصحاب المظالم من هذا العبد مما عنده من حسنات. طب الحسنات دي فنيت، يفضل الصوم. ايوه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الجزاء على هذا الصوم حتى يدخل هذا العبد الجنه، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ونعم بالله. ونعم بالله. يعني احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك، واحنا سعداء جدا بهذه المعلومات القيمه. بنشكر حضرتك دكتور حنفي مدبولي، استاذ ورئيس قسم الفيروسات بجامعه بني سويف، وايضا عضو هيئه الاعجاز العلمي، شرفتنا في قناه النيل للاخبار. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك وشكرا لجميع العاملين بهذه القناه الطيبه. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه من برنامج حديث العلم. الاسبوع القادم حلقه جديده، الى الملتقى.